أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. تبع يا أبا. بسم الله. الله يمسيكم بالخير. جيش الحبيب، جيش الغالي، الجيش اللي دائما أنا بعتز به يا حبيبي. زي ما عودناكم مغامراتنا الغاز ورغيات، واللي بناخذ تعليمات من الختيار الغاز. هذا الرجل عظيم، رجل براطور، رجل كله علم، واحنا بنتعلم منه. لكن اليوم رجوعي الى وادي الطوف. شو معنى وادي الطوف؟ هذا وادي حبايبي فيه طوف ابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. بحضر بهذا الواد، بحضر بهذا الواد. هذا الوادي حبايبي خطير، لكن الي هدف به كهوف ثلاث. كان يعيش الختيار الالغاز بوادي الطوف الابيض. حسب كلامه هذا الختيار عنده براكية وجنبها ثلاث كهوف. بعد ما تعدى وادي الطوف موجودات نهاية الواد. واليوم هدفي أصل أطلع الخاتم من أحد كهوف الثلاث، مشان الكل يعلم شو معنى مغامراتي والغاز اللي بتجه واللي باخذهن من ختيار الألغاز. هاي بي صوت. ها، بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت هون. طبعا يا جماعة الخير، أصوات بتصدر كثيرة بالواد زي ما تشايفين. أنا وابني الصغير حتى عدي بطل يطلع معاي مغامرات يا حبايبي. بشتغل بالنهار وبروح بالليل هالكان، وأحيانا بيساعدني وبطلع مع باقي المغامرين، مشان أكون صادق معاكو وأكون صريح معاكو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الكعبة كأنه في إيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد. نعم يا أبا. لازم أحصن هذا الكهف. هذا الكهف إذا ما حصنته راح ينضرب اليوم من هذا الواد. هذا الواد الطوف الأبيض. بتنقل قدامنا مشان يقدر يلبس أي شخص بفوت بخطي هذا الواد بالليل. الليل دائما خطر وبادي الطوف كونه مسكون من عالم الثاني، من عالم الجن. خلينا نكون صريحين مع جيشنا، تلبس فورا بلبس الانسان مشان ينجن، ما يقدر يفوت يكمل بالواد هذا. هسه ليش دائما يا ابا بتضبوا اولادكم بعد الغروب؟ من الشياطين. الشياطين تنتشر بالليل، واحنا اهدافنا بننزل. ليش بننزل بالليل؟ مشان نشوف هذا الاشي وننقله لكل محبيننا، مشان يعرفوا شو معنى مغامراتنا، شو الاهداف اللي بنصلها بالليل. بس نقول بسم الله. خلينا افوت يابا. لا تفوت يابا. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد يابا. يابا انا بدي اطلع هناك، بس ناولني الكاميرا ولا تفوت، خليك هون. ماشي ماشي. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. الله أكبر. بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله. انتبه انتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد. يا أبا. أعطيني. أمسك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمسك يا أبا. بسم الله. انتبه. بسم الله. بسم الله. أطلع معاك؟ لا خليك هون يا أبا. دير بالك. بسم الله. صبرك صبرك علي يا أبا. بسم الله. كمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله. توكل على الله. دقيقة خلينا نحط الكشاف هون يابا. بسم الله. دير بالك يا وليد. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إخوان هذا الكهف موجود فيه رصد. بسم الله. يا رب يا رب انك تحمينا يا الله. انا بدي افوت لحالي يا حبايبي. هذا هو. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. يا الله يا رب. بسم الله. بسم الله. بسم الله. والله يا اخوان ما انا عارف اقدر بالكشاف
ولا أصور. بسم الله بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب إنك تحمينا يا الله يا الله. بسم الله بسم الله. توقع الله. دقيقة يابا، لا صبرك علي، أوعك تروح تفوت وراي. بسم الله بسم الله، ترى بي أصوات بي أصوات. بسم الله بسم الله بسم الله. يا الله، شايفين يا حبايبي؟ خلنا نعمل زوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، شايفين؟ خلنا نعمل زوم. شايفين الباب هذا يا حبايبي؟ هذا. بسم الله، اشي فات جوا لهون. هاي بتفوت على مدينة تحت الجبل هذا، لكن انا ما بدي افوت هون مشان ما اخنق حالي، وابني ضل حاله برا، بديش يصير اي اشي وانا بعيد عنه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. صبرك علي يابا، صبرك صبرك. يا الله يا رب انك ترحمنا يا الله، يا رب تيسر امرنا يا رب. ادعونا يا جماعة الخير، بالله عليكم تدعونا. انا والله بفوت على مواقع خطيرة كثير ومرصودة زي ما انتم شايفين. يا الله يا رب يا الله يا رب انك تيسرها يا الله. طب انا عندي هون مخرجين والباب جوا، هاي لها رجع لحال، لها رجع لحال. بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله يا رب. بسم الله يا رب يا رب يا الله. والله يابا ما بين. وينك؟ يلا صبرك. بسم الله. طيب هون بيود حديد. يابا طيب الكهف شايف هذول يا بجرون؟ هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة. يعني عندي كهفين سفليات وعندي كهف علوي. حلو تمام. هسه هذول بعد وادي الطوف الابيض اللي بيجي من الخلف مباشرة. هسه في اثنين جنب بعض تكون في صوت، وفي واحد من هنا فوقيهن. البراكية تبعت الختيار جنبهن حسب كلام الختيار، هي اللي بتثبت لنا الموقع يابا. يلا شو البراكية هاي؟ أول مرة أسمع بيها. هسه بوريك، بس نصل بس نصل يابا، بقول لك شو البراكية. يلا هسه الموقع ما فيهوش شيء صح؟ شو فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله سمعت الصوت مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا اخوان. بالله يا الله، في 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 شيء اسمه طار من فوق. او تهيأ. شفته عطيك يا هاي خط الصخر، ممكن ساهي ما جبته، بس مش عارف اذا طلع على الكاميرا. يلا مش مشكلة يا ابو، انا سمعت الصوت ما شفته. شوف إيه. طيب سمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الاسود هذا. نفسه؟ نفسه. تعال يلا خلينا نتحدى هذا. هي الاسود يابا. بين؟ نفسه. وين؟ هي قدام. هي رب الكعبة. هي خلص يا ابو تعال. طب تعال خلنا نشوف شو هو يا ابو. خلص مو بدك تقربش، مو ابو خليك زي هيك وبضرب. شو مالك انت؟ انا قديش بعلم بيك يا ابو، شان الله ظلك رد علي. اختفى ورب الكعبه. شفت كيف قلت لك؟ طيب خلص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. خليت يا ابو، احنا هسه تعدينا الواد. هاي هون بيبارس زيتون. المراكيب بدها تكون هون.
وين؟ والله هي. شايفه يابا؟ هاي دار. هاي هي اسمها براكيه. براكيه؟ ايوه. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي يابا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان. شوفي. واقع هاي ختيار كان يعيش هون. ختيار؟ هاي اسمها البراكية. هسا الكهوف الثلاثة لازم يكون هين جنبها حسب كلامه. مغر. طيب. هاي براكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب وين هم الكهوف؟ بدي يكون هين جنبها. طيب هون بيمشي. والله. ما في. طيب يا ما في هون كمان. هاي واحد وهي واحد. طيب كمان تعال. طيب ايش هون ايش؟ طيب ثلاثة قال لي. طيب هاي اثنين. هاي واحد اثنين. طيب هون ثلاثة كل غاز. يمكن. خلي علي. هاب الله يابا. بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت صح؟ سمي بسم الله الرحمن الرحيم. والله هيا. وين؟ وين؟ هيا في. هيا وين؟ شو في؟ ثعبان اسود. والله. دقيقة دقيقة. تعال. والله. ارجع هون. تعال تعال تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. انتبه يابا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انتبه. انتبه. بسم الله دير بالك. انتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلاش تكون جوات مشمع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ها 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 يابا. ها جوات وشي. ايه طلع صوت. ها فيش جواته. ايوه لا بشواب هربيش. تبع بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ طيب هي كهف جنب البراكية. ماشي؟ طيب هي واحد واثنين هناك. هي ثلاث. هسه هدفنا بأحد الكهوف الثلاثة. حلو. عندي كهف كهفين ثلاث. ثلاث. الآن الختيار بقول لي. وليد؟ يابا. طيب هاي كهف تعال خلينا نشوف هذول. يلا قبل ما نفحص هالسياخ. يلا بسم الله. طيب هاي البراكية هون الكهف. بسم الله. بسم الله. سمي ضلك سمي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هاي البراكية ورا هاي كهف ثلاث. بسم الله. يا الله هاي واحد. طيب هاي البراكية وهي كهف صح؟ والكهف الثاني بده يكون هون تحت البراكية اثنين وفوق البراكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب دير بالك خليني أحط المكان. بسم الله. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شايف يابا؟ شايف. هون ما ظهر اي شيء. اه. اللي ظهر فوق. تعال خلينا نشوف الكهف الثاني. يلا. الثالث تعال. هذاك اكثر شيء خطوره يابا. تعال. اه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اه هاي الكهف. وين؟ اه. بسم الله. بسم الله. شايف يابا؟ شايف. اه دقيقة خلنا. بسم الله. بسم الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الله اكبر. انتبه يكون بي شيء حيايا شيء. بسم الله. انتبه. بسم الله الرحمن الرحيم شو هذا؟ اه بسم الله. بسم الله. هي هي هي. بسم الله. اجي هون اجي هون. شوفوا. بسم الله. ها هي. خلاص خلاص يابا. بسم الله توكل على شو هذا؟ ربنا الحامي. ربنا الحامي. ربنا الحامي يابا. شو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص. يسمع. طير هو صح؟ اه. بسم الله. انا حصنت هاي مي مقروء عليها يابا. لا تستهين فيها. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. يابا هدفنا الكهف اللي جنب البراكية الثالثة. شو هذا يابا؟ ايام قليل. بسم الله. بسم الله. يا الله. قدي صار هاي 50 سنة؟ ايام زمن ختيار هاي. اه. كان يوم يقضب الدواب عنده يربط الحلال او الحمير او الفرس او شغله يحطها هون هيك. ما هو كانوا يابا يعيشوا ببطنان وجبال. اه يربوا هاي السواليف. يوم الناس طوروا السيارات الدنيا بطلوا يركبوا على الدواب فول اوتوماتيك. يابا يابا اسمع لازم نرجع للكهف اللي ظهر بيه. اه تعبان. يلا تعال. بسم الله يا رب. بسم الله. تعال. بسم الله. بسم الله. بسم الله. آه صح هو اجى من هون صح؟ اه دقيقة من وين طاح؟ خلينا نرجع الكهف خالص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وليد. اه يلا. هذا الكهف الثالث اللي جنب البراكية واحد علوي اثنين سفلي. حلو. تحت البراكية اثنين واللي فوق البراكية باتجاه يمين واحد صح؟ اه ثلاث. هذا ظهر فيه. والكهف الثالث واحد من هذولاك اثنين ظهر فيه شيء. اه الثالث ما ظهر صح؟ اه الان هذا علينا لازم نفحصه ونفحص ايش اللي ظهر فيه هذاك. بس خلينا نتاكد من هذا قبل ما ننزل تحت يابا. على بدايه الوادي تعال. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شوف حتى حبيت ايش هي يابا؟ شيء حبيت سندريلا. سندريلا حتى لحقتنا. بسم الله. نفسها شوفي. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد. اه يابا شفت الود اللي خلعته تحت؟ اه طيب. وهون لازم يكون في بد ود 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 ود. اه اللي ظهر بيه صح؟ اه وهون ظهر لازم يكون فيه ود. اه الكهف الثالث ما فيه صح؟ ما فيه. ما فيه يعني هسه هدفنا يا بالكهف فاض يا بالكهف هذاك. اه خل نركز خل نفحص يابا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى كيف اي ايام زمن هتلر. بسم الله. بسم الله. بسم الله توكلت على الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله يا رب يا رب. خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وين بيود؟ خلينا ندور الود قبلك. ما هي علامة هذا الود؟ اه في ود. ود يابا. ود ود ود. ود ود. يكون معلق بالسقفية حتى؟ ود حديد. مضروب ضربة إشارة يعني. أيوه أيوه. وين؟ والله أيوه يابا. وين؟ أيوه. اه والله أيوه. شايف. يا الله بطل الصدى.
قديم شايف ها؟ كان دقوب الصخر. هذا تثبيت على عمي. يعني هدفنا صحيح. الله يخلنا نتأكد يابا. يا رب نلاقي هدفنا يا رب. هاي والله هلكتني هاي المغامرة، وعلي خطر والله بيه خطورة منها كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو في؟ بسم الله. وين فاسي أبو؟ شنطة. ايوه. بس موقعك هون؟ طيب اعطاني فراغ. طيب انا يارب قررت الصدام. بسم الله الرحمن الرحيم. هيو شو في؟ شو هذا؟ شن؟ والله الحديد دايب. ها وضيلي وضيلي. ها هيو. شو خلي خلي وضيلي هون وضي. هي شو هذا؟ وقع الكيس. وري وري. انتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بلاش دقيقة قيس يكون هذا عليه خريطة. لا لا تعال وضيلي هون وضيلي. خريطة هي شو هاي؟ ما اقدرها يا الله. جواتها شو هذا؟ هذا عدم خيطان. شو هذا الخيط؟ شو يا حبيبي؟ شو سكين؟ هلاش تبينها صح؟ ها؟ بينها عادي؟ هاي عادي. هاي قزاز. شو هاي قزاز؟ جوهرة. لا جوهرة هاي. طب ليش هيك مسامير؟ هذا ذايب هذا كاف. مش عارف كله مصدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي خاتم. هذا خاتم بدك اياه؟ اعطيني المعلقة. تذكر يابا كله قديم تراثي. شو الصورة هاي؟ شو هذا كله صدى؟ تطط كيف ذايب؟ شايفه؟ هاي يابا تبي شيء مهم غيرها؟ طيب هذا ولا لازم؟ خلاص احنا بدنا هذا الخاتم يابا. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. مي وين؟ مي 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 تعال خلينا نطلع من المكان. نطلع من المكان
رش عليه بسرعه يابا. هلا هو بس اطلع اطلع